السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم، كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة تاع اليوم أحبائي الأعزاء خاصة بإنقاص الوزن وإدابة الدهون الزائدة، وخاصة في منطقة البطن. هذه الوصفة تاع اليوم عبارة على مشروب غادي تستمروا عليه يوميا لمدة شهر بإذن الله، غادي تلاحظوا النتيجة اللي غادي تحصلوا عليها. هذا المشروب هذا ضروري انكم تعملوا معاه الريجيم، يعني الاكثار من شرب الماء والابتعاد على اكل الدهون والحلويات، والتخلص من وجبة العشاء. اللي ما قدرش يتخلص من وجبة العشاء يمكن لي يتناول غير واحد الياغورت والفواكه متنوعة. هاد الوصفة هادي أحبائي الأعزاء كيفما قلت لكم المكونات ديالها متواجدين في جميع البيوت. غادي نحتاجو فيها عسل النحل، وغادي نحتاجو نصف ملعقة صغيرة من الكمون، ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ونصف ملعقة صغيرة من القرفة بودرة، وقطعة من الليمون أو الحامض. طريقة ديال التحضير، واحد غادي نحتاجو كأس ماء يكون فاتر يعني سخون. طريقة ديال التحضير ديال هاد الوصفة، كل صباح أحبائي الأعزاء غادي ناخدو كأس ديال الماء يكون سخون أو يعني فاتر، ونضيفو فيه هاد المكونات هادي ككل، يعني نصف ملعقة من الكمون صغيرة، ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ونصف ملعقة صغيرة من القرفة، وحتى القطعة ديال الليمون نضيفوها فهاد الكاس هذا اللي تيكون فيه الماء سخون. ومن بعد احبائي الاعزاء فاش نضيفوا هاد المكونات غادي نغلقوا الكاس ونخليه لمده ديال 5 ديال الدقائق حتى تندمجوا المكونات مع بعضياتهم. ومن بعد احبائي الاعزاء نصفيوا هذا المحلول باش نحصلوا على عصير، يعني نحصلوا على مشروب ما فيهش الشوائب ديال الكمون او الشوائب ديال القرفه. ومن بعد احبائي الاعزاء فاش نصفيو هذاك الكاس نضيفو عليه معلقه صغيره ديال عسل النحل. هذا المشروب هذا غنبدا نتناولوه قبل الفطور بنص ساعه يوميا لمده شهر. غادي تلاحظوا احبائي الاعزاء النتيجه المذهله اللي غتحصلوا عليها. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء اللي ما فهمش شي حاجه ممكن يخلي السؤال ديالو. كنتمنى ايضا انكم ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.